تتدفق طائرات وسفن تشارك في البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة في المحيط الهندي اليوم الأحد، على القطاع الذي رصدت فيه إشارات للتحقق من أنها تصدر أو لا تصدر عن الصندوق الأسود التابع لطائرة البوينغ 777. وقال إنغوس هيوستن الذي يقود مركز تنسيق عملية البحث التي تشارك فيها 8 دول إن جميع الوسائل ستكرس اليوم للتحقق من الإشارات الصوتية الصادرة من القطاع الذي رصدت فيه السفينة إشارات أعتقد أنها صادرة من الصندوق الأسود التابع للطائرة الماليزية المفقودة. وقد تمكنت السفينة الصينية من رصد إشارة بلغت ترددها 37.5 كيلو هرتز في الثانية على بعد حوالي 90 كيلو مترا من منطقة البحث البالغ مساحتها 217 كيلو مترا. هذا وقد انطلقت أيضا طائرة تابعة للبحرية الأمريكية للمشاركة في عملية البحث.